مرحبا، كيفكن؟ اليوم نحن رايحين على حفلة لإيفانيسنس. أي حدا كان مراهق بيسمع للروك ميوزك رح يعرفها لإيفانيسنس، رح يعرف قديش أغنية حلوين وصوتها بجنن وحلو. وأخيرا صح لي أني روح على حفلة من حفلاتها. نحن هلأ طالعين، الحفلة بعيدة من عن بيتنا ساعتين، فطالعين أبكر بشوي، خصوصي لأنه هلأ رح يكون في عجقة على الطريق وكل العالم طالعة من شغلة. فتعالوا روحوا معنا كمان على حفلة إيفانيسنس، وخصوصي هي لكل يلي بيحب إيفانيسنس. خليكم معنا وإن شاء الله تطلع حفلة حلوة. هلأ وصلنا، متأخرين 10 دقائق، بس أظن معلش لأنه هنا اللي بيفتحوا البواب الساعة 7، بس أكيد الحفلة ما رح تبلش إلا لحتى كل الكراسي تتعبى ويأتوا العالم. رجعونا من على الباب لأنه للكاميرا اللي معنا حجمها كتير كبير وممنوع تكون كبيرة لهذه الدرجة، فرح صور بموبايلي. بس اتضايقت بصراحة لأنه كنت يعني حاطة ببالي أنه أخذ هيك صور يعني هاي كواليتي، ما رح أقدر هالمرة. المرة الجاية بأخذ كاميرا أصغر، بس ما كنت عارفانة كان لازم يحطوا، فخلص هيك صرتوا. هلا انتم بتعرفوا اذا رحتوا على حفله ممنوع تاخذوا كاميرات كبيره معكم، ف يلا رح ارجع الكاميرا على السياره ورح ارجع فوت مره ثانيه. All of you. Everybody give it up for Chelegram. Dave Eggers right back here. Come in. Thank you. We'll be right back.
beautiful, amazing Gold Worms for you guys. Thank you. فان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا وحبيتوا لأبنسنس